للإيواء للمواطنين الذين تعرضوا لكارثة، تم توفير هذه الإمكانيات. وأيضا هناك دور الضيافة الرسمية كما تعلمون وغير رسمية، هذه كلها خصصناها للمواطنين الذين تعرضوا للكوارث، ما يقارب 4380 سرير في هذه في دور الضيافة هذه أيضا متوفر للإيواء. هنا أصحاب الفنادق و بخطوات أصحاب الفنادق وخطوات دور الضيافة الرسمية سيتمكن المواطنون من الإيواء من السكن في هذه الأماكن التي تم إعدادها. وهنا أشكر المستثمرين في قطاع السياحة الذين قاموا بدعم، لا سيما أكتوك، شركة أكتوك الذين لهم العديد من المؤسسات. تعرفون هي منصة تجمع العديد من الفنادق والمنشآت السياحية، أشكرهم. طبعا قمنا بتنسيق هذه المرحلة بالتنسيق مع الرواد في قطاع السياحة. بعض هذه الفنادق مفتوح بالفعل، وبعضها ما كان مشغولا تم تخصيص قسم منه للذين تعرضوا للكوارث، وغير ذلك تم تخصيص فنادق بالكامل أيضا من الفنادق التي هي مغلقة بسبب فصل الشتاء. أصحاب هذه الفنادق قالوا أنهم سيفتحون خلال يوم أو يومين، بل بعضهم قال بأنه سيفتح الفندق غدا مباشرة بسبب أعمال التحضير كتسخين المياه والتأهيل وأعمال الترميم والإنشاء. سيتم تخصيص هذه الفنادق للذين تعرضوا لهذه الكوارث. وأيضا على المدى المتوسط والطويل إذا كان هناك حاجة للإيواء ماذا سنفعل؟ هذا كان أحد الملفات التي تم تناولها اليوم مع الأجهزة الرسمية ومع رواد قطاع السياحة، وهناك مقترحات جميلة قدمت، لكن حاليا الأمر العاجل هو تقديم الإيواء للمواطنين في أنطاليا وفي مولا ومرسين في هذه المحافظات. هذه أولويتنا بصورة أساسية. طبعا هنا أكثر سؤال يتداول، كيف سيأتي المواطنين إلى هنا لتذليل قدوم المواطنين إلى هذه المحافظات؟ نقوم بالأعمال والدراسات والتخطيطات اللازمة من طائرات ونقل، مثلا الطائرات التي ستذهب بالمساعدات الإنسانية اليوم من أنطاليا ستعود، تم التخطيط على أساس أن تعود وهي محملة بالمصابين وضحايا الكارثة. طبعا هنا الضحايا ومواطنون توجد في محافظات، في كل محافظة توجد مراكز الأزمات، وفي كل مركز منها يوجد القسم الخاص بالإيواء. من الأهمية بمكان تسجيل أسماء المواطنين أن يذهبوا للتسجيل في أقسام الإيواء في مراكز الأزمات. وهنا في أنطاليا إدارة السياحة والثقافة في هذه المحافظة، وأيضا وزارة الشباب والرياضة فرع الوزارة في هذه المحافظة في أنطاليا سيقومون بالتوجيهات اللازمة، وأعمال التخطيط والتنسيق مستمرة وقائمة على قدم وساق لإيواء مواطنين في هذه الفنادق. طبعا هذا أنا متأكد من أن شعب أنطاليا أيضا سيسعد من هذا جدا، وهذا في الحقيقة صورة مؤثرة من صور التضامن والتعاون والتكاتف. وإذا حصلت حاجة في المستقبل يمكننا أن نزيد من الطاقة الاستيعابية أكثر من الرقم الذي تم ذكره، وهذا تطرقنا إليه خلال هذا الاجتماع. أنا أشكر مؤسساتنا وأشكر رواد قطاع السياحة أيضا وخصوصا شركة بيتويت ب، أشكرهم جدا جدا. وقبل قليل قلنا أنه أتت مساعدة من 36 دولة، وكما كان في أول مرة كان أول فريق وصل إلى بلادنا كان الفريق أذربيجان الشقيقة، فريق البحث والإنقاذ الذي وصل إلى بلادنا بتوجيهات وتعليمات من رئيس الجمهورية الأذربيجاني السيد إلهام عليف. خرجوا في الطريق إلى تركيا